أبقى دائما مع القنوات اللبنانية، وسأقدم لكم اليوم تردد قناة أم تي في اللبنانية، وهي من أكثر الترددات أيضا بحثا في الفترة الحالية نظرا لما تقدمه من برامج رائعة وثرية. أنا غدا وهذه قناة تي في فريكونسيس، تابع معي الفيديو إلى نهايته لمعرفة المزيد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائي المشاهدين أينما كنتم، تحية كبيرة جدا جدا مني إليكم، شرفتوني ونورتوني بحضوركم معي في القناة. وإن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك الآن فضلا وليس أمر، وفعل زر التنبيهات ليصلك كل ما نقدمه. وإن أعجبك الفيديو وتريد أن نستمر في نشر المزيد ما عليك إلا الضغط على زر لايك. إذن فيديو اليوم هو تردد قناة أم تي في اللبنانية، وتبث قناة أم تي في اللبنانية على القمر الصناعي عربسات بدر 4 26 درجة شرقا. التردد هو 11.977، معدل ترميس 27500، والاستقطاب عمودي V. كانت معكم غادة من قناة تي في فريكونسيز. مشاهدة طيبة وممتعة أتمناها لكم أحبائي، ولا تنسوا قبل مغادرة الفيديو الإعجاب به، والأهم من ذلك تفعيل الجرس ليصلكم كل ما نقدمه. دمتم أوفياء، إلى اللقاء.